حتى تكون الأسرة أسرة مؤمنة حقا، وكلكم بحمد الله مؤمنون. قوامها ثلاثة أشياء ذكرها الله عز وجل في الحديث عن عبده زكريا. قال الله: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم على موضع الشاهد كانوا من هم؟ آل زكريا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه واحدة، ويدعوننا رغبا ورهبا، والثالثة وكانوا لنا خاشعين. ولن تخشع جوارح حقا حتى يخشع قلب، لن تخشع جوارح حقا حتى يخشع قلب. ويدعوننا رغبا ورهبا، يعلمون أنهم مهما كانت طاعتهم، مهما كانت عبادتهم، مهما كان إنفاقهم، فإنهم فقراء كل الفقر إلى ربهم.